मुफ्ती शेख अदनान की एक टीवी प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें सऊदी मुफ्ती ने तस्लीम किया है कि आयमाए अहले बैत अलैहिस्सलाम की अतात वाजिब है और जो ये अतात नहीं करता वो गुमराह है। प्रोग्राम के मेजबान ने जब मुफ्ती शेख अदनान की हैरान कुन गुफ्तगू सुनी तो बौखलाहट में कहा कि कहीं आप शिया तो नहीं हो गए। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के मारूफ मुफ्ती शेख अदनान ने एक टीवी शो में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत और मोहब्बत का वाजगाफ इजहार किया। टॉक शो के मेजबान बुखला गए, लेकिन मुफ्ती शेख अदनान ने हक बयान करते हुए कहा, खुदा की कसम जो कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल पर गमगीन ना हो वो गुमराह और मुनाफिक है। जो कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल पर राजी हो वो फासिक और कतन काफिर है। वल्लाही मन लम यहजन अला मक्तल हुसैन फहुवा मुनाफिक। अल्लाहु अकबर। والذي لا اله الا هو يسمع الناس احنا ما عندنا تقيه ثم ما بيجوز تقيه بهذا الشكل وملايين من الناس يشاهدوك من لا يحزن من لا يحزن على الحسين مقتله فهو ضال ومن رضي بمقتله فهو فاسق وقد يكون كافرا। प्रोग्राम के मेजबान ने सवाल दोहराया कि अगर कोई शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गमगीन ना हो क्या वो काफिर है। इस पर शेख अदनान ने जवाब दिया कि ये हुक्म शरीयत और दीन है। कोई इंसान रसूल खुदा के प्यारों के कत्ल पर खुश नहीं हो सकता। जिसमें थोड़ा सा भी ईमान होगा वो इंसान जन्नत के सरदारों की शहादत पर गम जरूर मनाएगा। وجوب وجوب أئمة الشيعة العظام اللي هم يقولون أئمتنا نعم ونحن نراهم والله أئمتنا ونرى وجوب اتباعهم الله أكبر وجوب وجوب ومن لم يتبع الأئمة آل البيت فهو ضال نعم شو رأيك اليوم تشيع الشيخ عندنا؟ لا ما في تشيع يعني أنا أود برضو ألا أخرج عن سؤالي. أنا اليوم أنت برضو مبتسم واليوم كما حدث فيها هذه الأشياء نعم حدث فيه المقتل إذن مثل لحظة نعم رجل عنده زوجة تفضل مات طفل وولد طفل يحزن أم يفرح؟ هيفرح لهذا ويحزن على هذا. أحسنت إذا ليش جبتني أنت جايبني اليوم؟ يقول أنا أراك فرحا ما رأيتك حزينا. إيه؟ رأيت الفرح وما رأيت الحزن. طيب الحزن والله من لم يحزن على مقتل الحسين فهو منافق. الله أكبر. والذي لا إله إلا هو يسمع الناس، إحنا ما عندنا تقية ثم ما بيجوز تقية بهذا الشكل وملايين من الناس يشاهدوك. من لا يحزن من لا يحزن على الحسين مقتله فهو ضال ومن رضي بمقتله فهو فاسق وقد يكون كافرا. أعد العبر لا تورطني انت. لا لا انا اليوم يعني في تسجيل علي. هي في تسجيل. لا معناها مشكلة. اتفضل. من لم يحزن ما نقول من يفرح لا من لم يحزن على سأبين أمر ثاني من لم يحزن على مقتل الحسين فهو ضال فاجر أما من فرح فهما إما أن يكون منافقا وقد يحكم عليه بالكفر. الذي يفرح في مقتل الحسين الذي يفرح لمقتل الحسين لا هذا رأي الشيخ عدنان ولا هذا رأي ما رأي هذا رأي الشريعة. كيف يفرح الإنسان بمقتل حبيب من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يفرح الإنسان بمقتل السيد من سادات المسلمين؟ الله تعالى كيف لا يفرح كيف يفرح إنسان فيه ذرة إيمان ذرة إيمان برجل سيد شباب أهل الجنة؟ إذا لماذا لا تجعلون الناس تحزن؟ لماذا لا تخبرون الناس بهذا؟ نخبر الناس أئمة الشيعة العظام اللي هم يقولون أئمتنا نعم ونحن نراهم والله أئمتنا ونرى وجوب اتباعهم الله أكبر وجوب وجوب ومن لم يتبع الأئمة آل البيت فهو ضال. نعم شو رأيك اليوم؟
تشيع الشيخ عدنان؟ لا، ما في تشيع، يعني انا اود برضو ان لا اخرج عن سؤالي. انا اليوم انت برضو مبتسم، واليوم كما حدث فيه هذه الاشياء، نعم، حدث فيه المقتل. اذا مثل لحظه، نعم، رجل عنده زوجه، تفضل، مات طفل وولد الطفل، يحزن ام يفرح؟ هيفرح لهذا ويحزن على هذا. احسنت، اذا ليش جبتني انت جايبني اليوم؟ يقول انا اراك فرحا ما رايتك حزينا. ايه؟ رايت الفرح وما رايت الحزن. طيب الحزن، والله من لم يحزن على مقتل الحسين فهو منافق. الله اكبر. والذي لا اله الا هو يسمع الناس، احنا ما عندنا تقيه، ثم ما بيجوز تقيه بهذا الشكل وملايين من الناس يشاهدوك. من لا يحزن، من لا يحزن على الحسين مقتله فهو ضال، ومن رضي بمقتله فهو فاسق وقد يكون كافرا. أعد العبر، لا تورطني انت. لا لا، انا اليوم يعني في تسجيل علي. هي في تسجيل. لا معناها مشكله. اتفضل. من لم يحزن، ما نقول من يفرح، لا، من لم يحزن على، سأبين أمر ثاني، من لم يحزن على مقتل الحسين فهو ضال فاجر، أما من فرح فهما إما أن يكون منافقا وقد يحكم عليه بالكفر. الذي يفرح في مقتل الحسين، الذي يفرح لمقتل الحسين. لا، هذا رأي الشيخ عدنان ولا هذا رأي؟ لا، رأي، هذا رأي الشريعة. كيف يفرح الإنسان بمقتل حبيب من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يفرح الإنسان بمقتل السيد من سادات المسلمين؟ رضي الله تعالى. كيف لا يفرح، كيف يفرح إنسان فيه ذرة إيمان، ذرة إيمان برجل سيد شباب أهل الجنة؟ إذا لماذا لا تجعلون الناس تحزن؟ لماذا لا تخبرون الناس بهذا؟ نخبر الناس. اشكي يا زميلي دبا شفلا، اشكي ميرا اندر مولا كطلبگار ہے، ہم نے ہوئے شالے ازا دل